في الانذار بلاغ متقدم من السيد ترك ضد السيد الاستاذ محمود، بس عشان اسمه يبقى صح، السيد الاستاذ محمود ابراهيم عبد الرازق وشريطه محمود الخطيب. ايه المناسبه ده فتحت الموضوع ده تاني؟ ان الولد قال لي ادبه وقال عليا ان لو الخطيب هو في الموقف بتاع ماتش الهلال في قطر ما كانش قال الكلام الشحاته اللي مرتضى يعني. تمام، انا مصدقك وموافقك. ده بلاغ اتقدم السيد ترك رقم 937 2018 وارد سيرة اموال عامة، مقيد برقم 43 2018، حظر تحقيق مقيد برقم 322 سنة 2018. البلاغ ده اتسأل فيه دكتور محمد حمودة رقابة إدارية جهاز مركزي كسب المشروع وزارة الشباب، قالوا فعلا خد الحاجات دي. الولد المحامي بتاعه بيقول لك البلاغ اتحفظ. بلاش تقول بلاغ اتحفظ عشان ما تسيبش لجهة محترمة، أصل لما تقول الكلام ده والمبنى الكبير دول هيبقى في علامة استفهام، وقضاء مصر قضاء عظيم. بلاش تردد إن البلاغة اتحفظ بعد كل الأجهزة دي ما اتسألت وقالت إنه خد الفلوس دي بدل ما يديها للنادي خدها لنفسه. بلاش الكلام ده. بس أنا هقول لك حاجة تانية، أنا استأذنت السيد الوزير إن المليون دولار أنا الشحات هتبرع بيهم لدار ايتام في البلد اللي طلعت الشيك. خلاص عرفت انا مش شحات، مليون دولار حوالي 19 مليون، بس لازم استاذن الوزاره الاول بتبرع بيها لدار ايتام في البلد اللي مطلعها الشيك، لان الزمالك اغنى منكم 100 مره. ده الزمالك. تاني، اول ما يجي لي جواب الموافقه الشيك في اعرفش الشيك طلع منين اصلا، مين اللي نظم البطوله، مين اللي طلع الشيك. عايز مني حاجة تانية بقى عشان تعرف ان احنا ادي جواب ترك ان 150 اللي هم المفروض كانوا 100 مليون دولار اللي هم شرط جزائي واحنا اكتفينا بدول وسلمناها عهد عبد الله السعيد؟ اه طب تمام. وان احنا بقول اهو هنتبرع لدار ايتام البلد اللي مطلعها الشيك، ما اعرفش مين البلد اللي هي هتطلع الشيك. احنا لعبنا في قطر، كنا بنلعب السعودية، هل الفيفا، هل البطولة، ما اعرفش مين. اي مناعه، اول ما نعرف الوزير يوافق مش عايزين. بس انا بطلب منك طلب، قول لي محمود الخطيب يراجع 263 مليون جنيه وساعات. تاني، قول لي محمود الخطيب راجع 263 مليون جنيه والساعات عشان تعرف مين اللي شحات. قول له رجعهم. هتقول لي تحيا مصر، اتحدى جنيه رجع تاني، ولو رجع جنيه اخونا سياده اللواء محمد امين اللي هو مسؤول عن تحيا مصر يعمل بيان يقول الفلوس عندي والساعات عندي. شوف بقى المليون دولار هو ده حقنا، حقنا بجد متبرعين بيها للايتام. طب 263 مليون مش حقه، بس 203 وكام؟ ثانية واحدة عشان ده انا قلت صح 28. وعشرين مليون و500 ألف ده غير ثمن الساعات. الساعات كلها المزات الساعة 2-3 مليون جنيه. أنا أهو يا عم اتبرعت. أنا كده شحت؟ قول بقى اللي أنت قلت عليه، لو هو موجود في مكاني ما كانش قال عايز أخد الجائزة الأولى والثانية. وطبعا الناس كلها عارفة إن أنا كنت بهزر. الناس عارفة إن أنا كنت بهزر. إنما ما دام الهزار قلب جد، أنا بقى قلبت جد. وده استاذ محمود ابراهيم السيد الخطيب، ده مش معانا طعن فيه، بس دي المناسبه. راجل بيقارن بيني وبينك وانا كنت قفلت صفحتك، فلازم ارد. وردي موضوعي مليون دولار تبرع، بس حضرتك رجع 228 مليون و500 والساعات. هتقول لي تحيا مصر خدتهم، عايز بيان من تحت مصر، تحيا مصر عشان نقول تحيا محمود الخطيب. عايز اقول كده تحيا محمود الخطيب. انما غير كده عرفت يالا اللي تقارن، لما تيجي تقارن اوعى تتكلم عن نادي الزمالك، نادي من اعظم الانديه في الكون، نادي اسمه الوطنيه الشهداء باسمائهم والكرامه، كبرياء نادي الزمالك، مش كبرياء مرتضى، كبرياء نادي الزمالك مش النهارده، على مدار تاريخه